خطوات غير مسبوقة على طريق تنمية الصعيد تتبناها القيادة المصرية وتضعها نصب أعينها منذ سنوات، تأتي على رأس تلك الخطوات المشروعات العلمية وتطوير الجامعات ولا سيما جامعة سوهاج الجديدة. صرح علمي كبير ومنارة يشع ضوءها جنوبا من منطقة الكوامل بسوهاج لجميع محافظات الصعيد، وهي المنطقة التي كانت صحراء جرداء، إلا أن يد القيادة السياسية التي تضع التقدم العلمي نصب أعينها حولتها إلى واحدة من الجامعات العالمية الواعدة والأكثر تقدما، إنها جامعة سوهاج الجديدة التي يدرس بها نحو 70,000 طالب وحوالي 15,000 طالب للدراسات العليا، وتضم أكثر من 3,000 عضو بهيئة التدريس بالإضافة إلى 6,000 عامل وموظف، حتى صارت مجتمعا تنمويا علميا قائما بذاته. ففي آخر 6 سنوات شهد مقر الجامعة الجديد حوالي 16 مشروعا إنشائيا، ويتم في كل أرجاء الجامعة إنشاء وتنفيذ مقرات للكليات الجديدة بها، فضلا عن إنشاء عدد من المجمعات المركزية. كما تم إنشاء مبنى مكتبة مركزية على مستوى الجامعة وصالة رياضية من أجل الطلاب للاستمتاع بأوقات فراغهم. حجم استثمارات الجامعة والتي قامت الحكومة بضخها خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بلغ ما يقرب من 6 مليارات جنيه، وبلغ حجم الاستثمارات بالجامعة 3,100,000,000 جنيه، بالإضافة إلى 1,200,000,000 في المستشفيات الجامعية الجديدة، بالإضافة إلى 750,000,000 جنيه للدعم الطبي للمستشفيات و 50,000,000 جنيه للتجهيزات. الجامعة الجديدة في محافظة سوهاج تقع على مساحة 720 فدانا، وتضم مستشفى جامعيا جديدا يخدم قطاعا كبيرا من المرضى بالمجتمع السوهاجي ومحافظات جنوب الصعيد، حيث يضم المستشفى الجامعي 16 غرفة عمليات و28 سرير إقامة للمرضى و45 سريرا للعناية المركزة و32 حضانة للأطفال و32 مكينة غسيل كلوي، كما أن المستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية وفقا للمواصفات العالمية وبتكلفة تصل إلى ما يقرب من 300,000,000 جنيه.